ومن المقولات النكراء في زماننا إبطال المنقول عن السلف من الأحوال الكاملة، فصرت تسمع من يطعن في الحكايات المذكورة عن جماعة من السلف كأحمد بن حنبل وعبد الغني المقدسي من أنهم كانوا يصلون في اليوم 300 ركعة وغيرها من الحكايات، ويزعم أن العقل لا يقبلها وإن صحت أسانيدها. ومثل هذا ما يذكر عنهم في العلم وقراءة القرآن والجهاد وغيره. وإنما سرت هذه المقالة النكراء إلى هؤلاء المنكرين لأنهم قاسوا أحوال السلف بأحوالهم، فلما رأوا قدرهم ومواهبهم لا تصل إلى هذا ظنوا أن السلف مثلهم. ومن عرف ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من كمال الأحوال وصلاح الحال مع صحة الأسانيد عنهم في هذه الأخبار والحكايات قطع بأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس بمستكتر على الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أحد من خلقه ما لا يفتحه على غيره ممن تقدم أو تأخر، فإن منن الله سبحانه وتعالى لا تنقضي، وإنعامه عز وجل لا ينتهي. وصورة شواهد القدرة الإلهية في الأحوال البشرية أن يجعل الله عز وجل لأحد من الخلق قوة لا تكون لغيره، وكما يكون هذا في قوى الأبدان الظاهرة فإنه يكون في قوى القلوب الباطنة. قد ذكر أن رجلا من الصالحين في القرن الماضي صحب اثنين من أبنائه للعمرة، فكان من ديدانه أن يذهب إلى الحرم في الليل قبل الفجر فيطوف بالبيت، فعمد ابناه إلى صحبته ليلة من الليالي فقام فطاف سبعا ثم صلى ركعتين وهما خلفه، ثم قام بعد صلاة الركعتين ليطوف سبعا، فاستحي ابناه من القعود وراءه وقام معه فطاف سبعا ثم صلى ركعتين، ثم قام يريد أن يطوف ثالثة فنهض أحد ابنيه فأمسكه الآخر وقال إن هذا الرجل يطوف بقلبه ونحن نطوف بأقدامنا. فإذا أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل له من القوى ما لا يسع مدارك الناس، وهذه هي المواهب التي وهبها الله عز وجل السلف في الحفظ والعلم والعمل وقراءة القرآن والجهاد وصلاة الليل وغيرها من أحوالهم الكاملة. فمن عجز عن لحاق تلك الأحوال فلا يتجرع على توهينها لمجرد أن عقله لا يقبلها، لأن عقله مقيس على حاله، وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق. فينبغي للعبد أن يحرك قلبه إلى الله عز وجل في ابتغاء تقوية سيره إليه في العلم والعمل، ويجتهد في إمداده بمطالعة سير السلف رحمهم الله تعالى، فإنها من أنفع ما يكون لطالب العلم، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فإذا أدمن طالب العلم النظر في سير السلف أنس بهم واجتهد في محاذاتهم رضي الله عنهم ورحمهم في أحوالهم، وكانوا أعظم مؤنس له في وحشته إذا تغرب في الطريق، فإن العبد إذا انفرد في الطريق وتوحش آنسه أن يذكر الأولين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الغربة من مدارج السالكين أن من استوحش في الطريق لانفراده فينبغي أن ينظر إلى من سبقه من الغرباء الأولين
من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإنه إذا نظر إلى أحوالهم أنس بهم وقوى ذلك سيره وثباته على طريقه. ولا يضعفن العبد عن الاجتهاد بسيره كون السلف سبقوا إلى أحوال ربما يعز إدراكها على كثير من الخلق، وهو المعنى الذي أشار إليه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك في قوله لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، وهذا أمر صحيح لاعتبار اختلاف الحال، لكن من سار على طريقهم وابتغى اللحوق بركابهم فإنه يصل إلى ما وصلوا إليه. وعظ أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الناس وذكرهم ما كان عليه السلف، فقام إليه رجل فقال يا أبا سعيد إنك ذكرت أقواما مضوا على خيل دهم بهم وإنا على حمر عرج، فقال رحمه الله من سار على طريق القوم وصل، أي من أخذ بما أخذوا به واجتهد في الاقتداء بهم والسير على ما كانوا عليه فإنه وإن ضعفت آلته ووهنت عدته فإنه يصل إلى ما وصلوا إليه.